النهارده اللجنه العليا للانتخابات وهيئه الاستعلامات عقدت مؤتمر صحفي عن النتائج النهائيه لانتخابات مجلس النواب. خلونا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل. هنا أن نلقي الضوء على بعض الأمور التي سبقت إجراء الانتخابات. فقد وضعت اللجنة العليا للانتخابات نصب أعينها منذ البداية الأهمية البالغة لهذه الانتخابات التي تكتمل بها المؤسسات الدستورية للدولة وسط التحديات التي تواجه الوطن. ورسمت اللجنة العليا للانتخابات منهجيتها في هذه المهمة الدقيقة بما يكفل حرية التصويت. الاستعراض السابق أوضح أننا أمام برلمان غير مسبوق في العديد من الأوجه، استنادا ليس للعواطف، ليس دفاعا عن أوجه سلبية معينة، ليس استنادا لرؤى وأطروحات وتناول سواء كان إعلامي أو فكري أو ثقافي أو محللين أو خلافه، احترام شديد وتقدير شديد لكل ما تم تناوله، ولكن تناولنا استند إلى أرقام وإحصائيات أعلنتها لجنة عليا سامية رفيعة المستوى أدت عملها على الوجه الأكمل، أعلنت النتائج في أجواء حيادية شهد لها القاسي قبل الداني.